عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ مصطفى، كان عندي سؤال كده بس، الله يبارك لك. هي سيارات الأجرة عليها، لا، سيارات الأجرة ليس عليها زكاة. يبقى لو أنا وإخواتي، يعني مثلا الـ5 إخوات مشتركين في كذا سيارة، 3 4 سيارات، السيارات الأجرة ليس عليها زكاة. يا شيخ مصطفى؟ سيارة الأجرة التي تؤجرها للناس ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الريع الداخل إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول.